مشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه من الصحافة المغربية. اليوم نقتفي أثر ومسار واحد من أبرز الإعلاميين المغاربة، إنه فهدي عتا. فضلا عن التشابه الكبير بينهما، فإن فهدي عتا أسس لنفسه مسارا شبيها بمسار أخيه التوأم نذير، فقد ازدادا بباريس يوم 10 يوليوز من العام 52 900 ألف، حيث تلقى كلاهما تعليمه الأولي بين باريس وطنجة والدار البيضاء. ومثل أخيه حصل فهد على الباكالوريا في الأدب الكلاسيكي في يونيو عام 71 900 ألف بعد دراستهما بثانوية ليوطي. وفي العام ذاته التحق بجامعة السوربون، حيث حصل على شهادتي الإجازة والماستر في القانون وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم السياسية، والتي حصل عليها في يونيو عام 77 900 ألف. وإن كان أخوه قد أعد رسالته في موضوع الاتحاد السوفيتي واستقلال المغرب، فإن فهد خصص رسالته للدكتوراه في العلاقات الدولية لموضوع معاكس لموضوع شقيقه تحت عنوان الولايات المتحدة الأمريكية واستقلال المغرب، رسالتان بإشراف من الأستاذ نفسه الخبير في العلوم السياسية مارسيل مير. وهكذا يكون أبناء علي الشيوعي قد تقاسما بينهما العالم ثنائي القطب في ذلك الوقت. بعدها التحق فهد كما أخيه نذير كأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلا أن الفرق بينهما أن فهدا بقي في عمله لمدة 37 سنة، حيث لم يغادر الجامعة إلا في عام 17 و2000. وخلال الفترة الممتدة ما بين عام 79 900 ألف و86 900 ألف، اشتغل كمحرر وكاتب عمود بيومية البيان. وابتداء من العام 87 900 ألف سلك فهد طريقه الخاص، بعدما أصبح مدير تحرير بمجلة تجاريس التي كان يصدرها المركز الإسلامي لتنمية التجارة بالدار البيضاء، والتي بقي بها لمدة 3 سنوات. وفي الوقت ذاته سيكون عضواً مؤسساً ومدير تحرير رهانات لمجموعة ماوكسواخ، ثم مديراً للإعلام ومديراً للمجلات بقناة دوزيم الدولية ما بين عام 93 900 ألف و95 900 ألف، كما أنه شغل لمدة 2.5 سنين مهمة رئيس تحرير لأسبوعية لافي إيكونوميك. وقد أنهكه الفقد المبكر لأخيه وتوأمه نذير عام 95 900 ألف، لواصل بعدها ملء الفراغ الذي تركه من خلال كتابة أعمدة كان يوقعها باسم ابن الطنجاوي بجريدة البيان. وتبقى أسبوعية لا نوفيل تريبون التي أسسها في عام 95 900 ألف أفضل ما أنجزه في مسيرته المهنية، التي بصم فيها عن حرص كبير على أخلاقيات وقيم الصحافة الجادة. فهدي عتا متزوج وأب لثلاثة أطفال، وقد غادرنا إلى دار البقاء السبت الماضي يوم 12 دجنبر الجاري بمدينة الدار البيضاء. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة مع وجه جديد من الصحافة المغربية. إلى اللقاء.